الرئيس بايدن يمنح الضوء الأخضر لشن ضربات على أهداف تشمل أفراداً ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا، والرسائل الأمريكية تصل إلى طهران. بين التفاؤل والتحفظ، طبخة صفقة التبادل الجديدة بين حماس وإسرائيل لم تنضج بعد، والحديث الجديد يتخطى الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم للحرب. إسرائيل تنقل عملياتها إلى رفح وتعطي تطمينات للقاهرة حول معبر صلاح الدين وتدفق اللاجئين عبر الحدود. البيت الأبيض يضغط على إسرائيل من باب عنف المستوطنين في الضفة، ونتنياهو يرد لا داعي للخطوات الأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة الحدث، معكم المبروك صغير. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي اس نيوز أنه تم إقرار الخطة العسكرية لشن سلسلة ضربات تستمر عدة أيام وتطال أهداف تشمل أفرادا ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا. وأضاف المسؤولون أن الضربات الأمريكية ستكون في سياق الرد على هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك هجوم 28 من يناير على قاعدة البرج 22 في الأردن قرب الحدود السورية، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أنه قدم مقترحات الرد للرئيس بايدن وأن الرئيس وافق عليها وأعطى الضوء الأخضر لشن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة. كما أضاف أوستن أن بايدن لن يتسامح مع مقتل الجنود في الأردن، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل تفادي اتساع الصراع بالمنطقة إلى أنها ستدافع عن نفسها وقواتها. واتهم أوستن ما أسماه بمحور المقاومة بتنفيذ الهجوم في الأردن، لكنه أضاف أنه من غير الواضح مدى علم إيران به ليعود ويوضح أن إيران تدرب وتمول هذه الجماعات، واصفا اللحظة الحالية في الشرق الأوسط بالخطيرة، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة لا تدفع واشنطن للتفكير في سحب قواتها من العراق وسوريا. فيما يخص التصعيد في الشرق الأوسط، هدفنا هو ضمان احتواء هذه الأزمة في غزة، وأن نمنع هذه الأزمة من الانتشار. أنتم تعرفون جيدا من أن الوكلاء إيران يهاجمون جنودنا حتى قبل 7 أكتوبر، ونستطيع أن نعود لنحصي عدد المرات التي هاجمونا فيها قبل 7 أكتوبر، وهي ليست بالهجمات البسيطة. وكانت شبكة سي بي اس قد كشفت بالأمس أن الولايات المتحدة قررت توجيه ضربات متعددة ضد أهداف إيرانية في سوريا والعراق، وأن الضربات المرتقبة ستكون على شكل حملة تتواصل لعدة أيام تشمل منشآت وأفراد إيرانيين. كما أوضحت مصادر شبكة سي بي اس أن حالة الطقس ستكون عاملا رئيسيا في توقيت الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية بالمنطقة. وكشفت وسائل إعلام أمريكية استنادا إلى تقارير استخباراتية أن طهران غير راضية على بعض تحركات وكلائها في الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة، فضلا عن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر. حمى هجمات أذرع إيران في سوريا والبحر الأحمر والعراق تثير حفيظة طهران نفسها وتدفعها ربما نحو التهدئة. في سوريا أنباء عن سحب لخبراء وضباط الحرس الثوري مع استمرارهم في العمل عن بعد، وفي العراق ميليشيات أعلنت التوقف عن استهداف القوات الأمريكية، وفي طهران تصريحات واضحة
لا نريد التصعيد، لكن هل تكون إيران فعلا غير راضية بشكل كامل على هذه الهجمات وفقدت نوعا من السيطرة على أذرعها في المنطقة؟ الكلام هنا لشبكة CNN التي قالت إن هناك أدلة على أن القيادة الإيرانية منزعجة من بعض تصرفات الجماعات الوكيلة لها في العراق وسوريا واليمن. هذه الهجمات المتكررة تزيد من فرص دخول إيران في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو ما لا ترغب فيه طهران، تقول الشبكة دائما. النقطة التي أفادت الكأس كانت الهجوم المسير الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة على الحدود الأردنية السورية، هجوم أدى إلى سقوط جنود أمريكيين للمرة الأولى منذ بداية حملة الهجمات قبل 4 أشهر تزامنا مع بداية حرب غزة. ونقلا عن CNN فإن الهجوم فاجأ طهران. تكلفة الهجمات المستمرة لوكلاء إيران لا تنذر فقط بالدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن، بل تصل حد فقدان ثقة حلفاء أساسيين لإيران وتحديدا الصين والهند، فالأخيرتان أبدتا بشكل صريح انزعاجهما من الهجمات المستمرة للحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ما يهدد مصالحهما التجارية وليس فقط أمريكا أو إسرائيل. وسام الذهبي، الحدث. إذن مشاهدينا، نستعرض معكم الآن هذه الأخبار العاجلة التي نوردها لكم نقلا عن وزير الدفاع البريطاني في تصريحات إذن للديلي تيليغراف. يقول بريطانيا لن تنضم إلى الضربات التي يرتقب أن تشنها واشنطن ضد أهداف إيرانية في الشرق الأوسط. أيضا تصريحات لوزير الدفاع البريطاني يقول نريد تجنب صراع إقليمي واسع النطاق ولن نشارك في هذه الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. مشاهدين، أيضا في تصريحات وزير الدفاع البريطاني لصحيفة الديلي تيليغراف البريطانية يقول يدعو طهران إلى إظهار السيطرة على ميليشياتها في سوريا والعراق. إذن هذه كانت آخر الأخبار الواردة نقلا عن وزير الدفاع البريطاني، نبقي عينا عليها ونستكمل معكم هذه النشرة. في إطار المواقف والتحركات الإقليمية، أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلق القاهرة البالغ تجاه مظاهر اتساع الصراع في المنطقة والتوترات العسكرية في البحر الأحمر. وأكد شكري في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان أن اتساع رقعة الصراع في المنطقة ألقى بظلاله وبشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة وفق ما أشار بيان للخارجية المصرية. وفي طهران، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا طارئا خلال الأيام الماضية تحسبا للرد الأمريكي وفق ما كشف 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين على مداولة المجلس. ووضعت طهران كافة قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، نشطت أنظمة الدفاع الجوي، كما نشرت صواريخ باليستية على طول الحدود مع العراق وفقا لما أكده المسؤولون الإيرانيون 3. كما أن المرشد الأعلى علي خامنئي كان واضحا بتأكيده على ضرورة تجنب إشعال حرب مباشرة مع أمريكا، إلا أنه رغم ذلك شدد على وجوب الاستعداد للرد إذا استهدفت الأراضي الإيرانية. ومن جانب آخر، كشف موقع بوليتيكو الأمريكي نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن طهران لا تسيطر بشكل كامل على وكلائها في الشرق الأوسط. نقاش وتحليل من طهران. ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ مصدق. يبدو أن الرسائل الأمريكية اليوم وصلت بالفعل إلى طهران، هناك خطوات كثيرة تقوم بها، الأخيرة منها سحب عدد المستشارين في المنطقة، أيضا إعاز للوكلاء بعدم استهداف المصالح الأمريكية، وأيضا هناك تأهب واضح لأي ضربات محتملة. يعني هل باتت الفصائل التي تمولها إيران عبئا عليها، وهل بالفعل الرسائل كما قلنا وصلت؟ شكرا، صباح الخير لكم ولمتابعيكم. انا اعتقد يعني بصرف النظر عن هذا التهيج والضجيج الذي نسمعه اليوم، يعني والانذارات والوعيد وكل ما ذلك، يعني سواء الجانب الامريكي يهدد ايران او ايران تهدد الجانب الامريكي، انا اعتقد يعني نحن سائرين نحو نوع من التهدئة.
يعني هذه الأمور كلها أنا في اعتقادي يعني استهلاكية انتخابية بالنسبة للجانب الأمريكي وأيضا ربما للجانب الإيراني أيضا فيها بعض الفوائد والمصالح الخاصة. نحن نسمع رسائل يعني هي تهديد ولكن مبطنة بشيء ومعاكس للتهديد. يعني أوستن ويقول لإيران يعني هم الجانب الأمريكي يعني موقفهم متناقض، هم يقولون نحن نسمع بأن إيران ممتعضة مما يفعله حلفائها في هذه المنطقة، ومن جهة أخرى يقولون نحن نريد أن نحضر لتوجيه ضربات متنوعة ولفترات زمنية طويلة. يعني هذه في الواقع رسائل طمأنة إلى إيران بأنه ليس هناك يعني ضربة قوية، وبالتالي ينبغي على إيران أيضا تراعي هذا الشيء يعني من أجل رد الاعتبار بالنسبة للجانب الأمريكي، ليس هذا أكثر حتى الجانب الإيراني. المهم هو أن ليست المؤشرات لم تتغير فيما يتعلق بالتزام الجانبين بقواعد الاشتباك بينهما والقائمة على عدم توسيع رقعة الحرب. يعني هذا الضجيج أنا أعتقد يعني ليس في مكانه. واليوم أيضا نسمع الجانب البريطاني هو ينسحب ويقول إذا ما نشبت حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فبريطانيا سوف لن تتدخل. يعني أساسا ونقلنا قبل قليل أستاذ مصدق عن وزير الدفاع البريطاني الذي قال نريد تجنب صراع إقليمي واسع النطاق، يعني وأيضا أوعزوا ودعوا طهران إلى إظهار السيطرة على ميليشياتها في سوريا. الآن قبل قليل فقط هذه العواجل نقلناها على الشاشة. نعم. صحيح فعلا فعلا. يعني هذا أيضا هذا الموقف أيضا يعني هو يشير إلى أن الأمور يعني هذا يعني هذا أيضا ربما يوفر مبرر للجانب الأمريكي أيضا لاعتبار ليس هناك من يريد أن يتحالف معه إذا أراد أن يشن حرب. الظروف اليوم تختلف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب في متابعتنا لهذه الأخبار أستاذ مصدق واضح بأنه الرغبة اليوم موجودة لعدم توسيع الصراع، ولكن السؤال هنا ما الذي نحتاجه لتحقيقها كي نمنع أي توسع للحرب في المنطقة؟ أنا أعتقد نحن بدأنا بوضع هذه الخطوات. يعني حتى الجانب الأمريكي يعني بالنسبة للجانب الأمريكي هناك ضغوط على إسرائيل للتهدئة في غزة، لأن هي المشكلة مشكلة غزة، هي أثارت مشكلة أزمة البحر الأحمر، أثارت أزمة يعني مواقف حزب الله وأيضا مواقف المقاومة العراقية، وبالتالي المشكلة وبؤرة المشكلة هي موجودة في غزة. هذا واحد يعني، وربما نحن نسير إلى هناك يعني إلى اتفاق أو إلى صفقة وإلى وقف على الأقل لمدة 3 أشهر. هذا سوف يهدئ أوضاع المنطقة. يعني إيران حتى أكدت يعني الاتصال بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني يعني أيضا دار حول هذا الموضوع، يعني أنه يجب إنجاح هذه الصفقة، يعني يجب أن يعمل الجميع من أجل الضغط سواء على حماس أو حتى على إسرائيل. هذا من الجانب الأمريكي. ومن الجانب الإيراني أيضا نعم نحن أيضا بدأنا نسمع يعني قوى المقاومة الحليفة مع الحليفة لإيران. هذا ينطبق على الحوثي في البحر الأحمر أم طهران فقدت السيطرة عليه؟ بالتأكيد أنا أولا فيما يتعلق بالحوثي كما تتفضلون وهم اليمن يعني صار الله الحوثي هو يعني مبادرته مشروطة. يعني إذا أنا أعتقد يعني بمجرد إبرام هذه الصفقة صفقة التبادل وموافقة الجانب الفلسطيني خاصة المقاومة وحماس وإطلاق سراح على الفلسطينيين ويعني فتح المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية فورا سوف يتوقف هذا الشيء. يعني أنا واثق يعني هذا هو شرطهم أعلنوا. لذلك هذه المشكلة هي مجزأة، هذه المشكلة تحل تلقائيا، ولكن المشكلة الأهم أنه إسرائيل نتنياهو هو يعني هذه الأصابة أصابة حكومة الحرب. اليوم يعني يقولون نحن سوف نذهب نحو جنوب نحو رفح، يعني لم يبقوا أي منطقة، يعني يسرحون ويروحون يحصلون يجرون في كل نقطة يذبحون يقتلون الناس. نعم. واليوم يريدون أن يتوجهوا إلى رفح ويبعثون رسالة طمأنة واهية كاذبة إلى مصر، ومخططهم يعني فقط إنقاذ أنفسهم. أنا أعتقد
هم ليسوا في مستوى أنه يطبقوا أحلام إسرائيل العظمى حسب رأيي، هم فقط في مستوى التخبط والرقص مذبوحين من أجل البقاء في هذه السلطة وعدم الذهاب إلى المحكمة، خاصة نتنياهو. أعتقد يعني الموضوع غزة هذا الشيء سوف يهدئ الأوضاع في البحر الأحمر، وأيضا إيران سوف هي أيضا تهدئ. أنا إيران أساسا هي لا تريد أن يتوسع هذا النطاق، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا أعتقد على أي حال هذا الشيء ورهن أي حماقة أو سوء تقدير أو خطأ من أحد الجانبين، ولكن في الجانب الإيراني حاليا الأمور مسيطرة عليها وهناك قرارات. من طهران الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مصدق بور، شكرا جزيلا لك. أعلن المرصد السوري وصول رتل يضم 10 شاحنات من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى القاعدة الموجودة في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور، رفقة مجموعة من المقاتلات الجوية الأمريكية التي كانت تؤمن تحرك الرتل. جاء ذلك بعد ساعات من هجمات بمسيرات أطلقتها مجموعة مسلحة من داخل الأراضي العراقية باتجاه القاعدة الأمريكية وفق المرصد السوري. من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ عبد الحميد. كيف تقرأ دمشق كل هذه التطورات الحاصلة في المنطقة وطبول الحرب التي تقرأ الآن؟ صباح الخير. في واقع الحال القراءة السورية لكل هذا المشهد لم تتغير، ولا أعتقد أن سيضاف إليها شيئا جديدا أو عنصرا عملياتيا جديدا، باستثناء أن يكون هناك موقف سياسي دبلوماسي كما جرت العادة حينما تتعرض بعض المواقع الإيرانية على الأرض السورية للاستهدافات، سواء من الجانب الأمريكي في الآونة الأخيرة بشكل خاص عندما تستهدف حقول النفط والغاز في الجزيرة السورية أو ما يسمى بشرق الفرات، أو عندما تستهدف بعض المواضع الإيرانية على الحدود السورية العراقية أقصى شرق سوريا في مدينة البوكمال أو مدينة الميادين. بالتالي أيضا هناك استهدافات إسرائيلية لبعض المواقع الإيرانية سواء في دمشق أو في معطيها. بالتالي القراءة السورية تقول بأن هذه المواجهة القائمة اليوم هي مواجهة عناصرها محدودة ولكن آفاقها واسعة بشكل واضح وصريح، وقد ازدادت رقعة اتساعها بعد أحداث غزة في 7 أكتوبر وهذا التطور الحاصل. لكن من الواضح أيضا لا بد من الإشارة إلى أن القراءة السورية أعتقد ترجمت في المواقف التي التزمت الصمت، والتزمت أيضا مسألة عدم تغذية أي تيار أو فصيل سوري أو غير سوري على الحدود السورية مع الجولان السورية المحتل. وبالتالي أعتقد بأن القراءة لها حدان، الحد الأول هو الوقوف عندما هو قائم وعدم التراجع عن مسألة الدعم المعنوي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو الإسرائيليين في على الأرض السورية بشكل معنوي ودبلوماسي وسياسي من خلال العلاقات القائمة مع إيران وبعض الفصائل الموجودة على الأرض. والجانب الآخر أو الحد الآخر يتمثل في أن سوريا لا أعتقد بأنها ستنخرط في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال استهدافها للمواقع الإيرانية على الأرض السورية. طيب التزام الصمت أستاذ عبد الحميد كما وصفته أنت الآن من قبل الحكومة السورية للضربات التي تتعرض لها بعض المواقع الإيرانية الموجودة في الداخل السوري من إسرائيل وكذلك مثيلاتها من واشنطن، يعني هي تأخذ فقط دور المتفرج باعتبارها أنها لا تخصها هذه الاستهدافات؟ لا أعتقد أنها بهذا التوصيف لو سمحت لي. نعم ليست متفرجة فقط، ولكن أيضا الاستهدافات تخصها بطريقة مباشرة، إنها السيادة السورية، إنها الأرض السورية. ولكن لا بد من النظر إلى عوامل موضوعية قائمة مرتبطة ذاتية سورية، لأن سوريا اليوم ليست في مقدورها وليست قابلة أيضا لأن تخوض حربا أو تتورط في حرب حتى قبل أحداث غزة في مواجهة مباشرة على مستوى معركة حقيقية مع الجانب الإسرائيلي أو مع الجانب الأمريكي أو مع كليهما، بسبب وجود عامل آخر هو موضوعي، هو أن القوى الإقليمية والدولية اليوم في سوريا
تفرض مصالحها أن تكون لديها أدوار ومؤثرات وتأثيرات حتى على الرؤية السورية والتوجه السوري والقرار السوري فيما يتعلق بذلك. ولكن لا بد من القول بأن أحداث 7 غزة أو 7 أكتوبر في غزة أعطت الإشارة إلى إمكانية إحداث تفاهم ما حتى مع الجانب الإيراني، ذلك أن تفاهما قد حدث قبل هذه الأحداث بعد هذه الأحداث بفترة قصيرة، حينما تم التفاهم ويبدو أنه برعاية الروسية بين طهران ودمشق على تجنيب مطار دمشق الدولي ومطار حلب، نقل البضائع او ان تهبط الهبوط الطيران الايراني بصفه عسكريه حتى يتجنب الضربات المتتاليه التي كانت توجه اليه. بهذا المعنى استطيع القول بان هذا ما اقوله صمتا هو في الموقف الدبلوماسي وفي الموقف المعنوي وفي الموقف السياسي في التنسيق مع الحلفاء، هناك مؤثرات، منها العامل الروسي لا يستطيع استبعاد دوره في ذلك من خلال علاقاته القائمة مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي في الوضع الأمريكي اليوم أو في التصعيد الأمريكي الذي قد يحدث في أي لحظة ضد المواقع الإيرانية كما يشاع من الجانب الأمريكي، أعتقد أن روسيا ليس لديها مصلحة في أن تفتح جبهة سورية وهي موجودة على الأرض وأيضا تعاني ما تعاني، سواء في العلاقة مع أمريكا والأطلس في أوكرانيا أو حتى على الأرض السورية في وضع ليس مستقرا إلى حد ما. من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتعرض أحد المنازل في حي النصر شرق رفح للقصف، الذي طال أيضا منزلا آخر قرب مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تستعد إسرائيل لمواصلة حربها على قطاع غزة جنوبا بالقرب من الحدود المصرية بعد حديثها عن تفكيك كتيبة حركة حماس في خان يونس، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالاند قال إن النجاح في القتال ضد المسلحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب غزة بعد الهجوم البري الواسع يسمح للقوات الإسرائيلية بالتقدم إلى رفح على الحدود الجنوبية للقطاع. إلى هناك مباشرة ينضم إلينا من رفح جنوب القطاع مراسل الحدث محمد عوض. محمد صباح الخير، أجمل لنا الوضع من عندك، كيف هي التطورات والحديث عن تقدم لقوات الإسرائيلية إلى الجنوب؟ نعم، الجيش الإسرائيلي انسحب من بعض المحاور في مدينة خان يونس وتحديدا في المناطق الغربية ومحيط جامعة الأقصى، وكان هناك تقدم لدبابات إسرائيلية من محور آخر، وهذا يعني بأن إسرائيل بدأت بالتكتيك العسكري التي اتبعته في مدينة غزة، وهو الانسحاب من بعض المناطق وتكثيف الآليات والدبابات في أماكن أخرى، وهذا من شأنه توسيع العملية العسكرية في بعض المناطق حتى تطول بعض الأحياء وبعض المربعات السكنية التي لا زالت في منأى عن التوغل البري. في ساعات مساء الأمس كنا على مقربة من مداخل مدينة خان يونس واستمعنا إلى صوت الانفجارات وصوت الاشتباكات التي تدور بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تحديدا في المناطق الشمالية وشارع 5، وهي مناطق في المناطق الغربية الشمالية لمدينة خان يونس الذي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي ويقوم باعتقال واستهداف كل من يتحرك في تلك المنطقة. واستمعنا إلى شهادات من بعض الذين حاولوا الخروج من بعض الطرق الالتفافية وفشلوا في ذلك، وقام الجيش الإسرائيلي باعتقالهم واستجوابهم ومن ثم إطلاق سراحهم عبر معبر كرم أبو سالم بعد عدة أيام من الاعتقال والتحقيق، وأيضا الظروف الصعبة التي عاشوها طيلة الأيام الماضية، خاصة ونحن نمر الآن في منخفض جوي، وهذا الأمر أفاقم كل أوضاع النازحين وأيضا من بقي في الشارع حتى هذه اللحظة دون مأوى ودون
أن يجد الخيام التي تأوي وتأوي أطفالها الذين نزحوا من مدينة خان يونس بفعل العملية العسكرية. الليلة كان هناك استهدافات ملحوظة وواضحة من مدينة في مدينة خان يونس، وكنا نستمع ونشاهد هذه الغارات من هنا من مدينة رفح، وهذا يدلل إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته البرية في خان يونس، وأيضا يقوم باستهداف كل من يتحرك في أماكن التوغل التي يعني يحاول توسيعها والوصول إليها. كان هناك تصريح لمستشفى الأمل أو لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت خلاله بأن لا زالت مستشفى الأمل تحت مرمى النيران، وهناك عمليات دفن لمن يعني يقضي نتيجة القصف أو نتيجة إطلاق الرصاص من قبل القناصة، ويتم دفنه داخل حديقة وفناء مستشفى الأمل في مدينة خان يونس. هذا بسبب صعوبة الحركة وبسبب أيضا صعوبة الخروج من المداخل التي يفرض عليها الجيش الإسرائيلي حصارا عسكريا من خلال القناصة من جانب، وأيضا من خلال الطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يتحرك في تلك المنطقة بصواريخ وأيضا بإطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة لكواد كابتر. كنت قد أشرت محمد عوض عن المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة الآن، ماذا عن المساعدات؟ هل رصدتم دخول أي مساعدات جديدة للنازحين؟ بالفعل يعني شاحنات المساعدات لا زالت تتدفق إلى المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وهذه المساعدات لا زالت في الاعتياد الطبيعي خلال الأيام الماضية. نحن نتحدث عن 120 شاحنة تدخل من خلال معبر رفح، وأكثر من 60 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم. وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية يعني وبعض المؤسسات الإغاثية تقول بأن هذه المساعدات لا تكفي لسد الاحتياج الكبير هنا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 1,500,000 نازح أصبحوا اليوم في رفح. هؤلاء النازحين يحتاجوا إلى أكثر من 1,000 شاحنة يوميا من أجل يعني سد يعني الاحتياج الكبير لدى النازحين ولدى الخيام التي تكدست بشكل كبير في أماكن متفرقة في رفح. هذا المنخفض الجوي فاقم أوضاع النازحين داخل الخيام بشكل كبير، خاصة ونحن نتحدث عن انخفاض كبير في درجة الحرارة. هذا كله أثر على حياة وصحة الأطفال الذين داخل الخيام. هذا مستشفى الكويت يستقبل على طيلة الساعات وطيلة الوقت المرضى من الأطفال الذين يصابوا بنزلات معوية وبرد وإنفلونزا موسمية، وأيضا ارتفاع لدرجة الحرارة وعدم توفر الدواء. كل هذه عوامل فاقمت أوضاع النازحين. لذلك الليلة كان هناك بعض المسيرات العفوية التي خرجت في شوارع رفح حينما أعلنت الخارجية القطرية أنها اقتربت من التوصل لوقف إطلاق النار، وهذه كلها مؤشرات إلى أن هنا الناس ينتظرون بشغف الوقت الذي يتيح لهم العودة إلى منازلهم، خاصة في ظل الحديث عن وقف إطلاق نار وعن في ظل الحديث عن قرب لإتمام صفقة التبادل بين الطرفين. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث محمد عوض، شكرا جزيلا لك. سياسيا، وفيما تتواصل جهود الوسطاء لإنجاح صفقة تبادل جديدة بين حماس وإسرائيل تتضمن وقفا للأعمال القتالية في القطاع، أبدى المتحدث باسم الخارجية القطرية تفاؤله في أن يقود العمل الحالي إلى هدنة مطولة، وأضاف أن التوصل إلى هدنة سيرفع احتمالات إنهاء الحرب بشكل كبير. ومن جانب آخر أكد مصدر مطلع على المحادثات في غزة أنه لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، وأن الفصائل لديها ملاحظات مهمة، واصفا التصريح القطري بالمستعجل. قالت صحيفة الول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة تضغط من أجل وقف طويل لإطلاق النار بهدف إنهاء حرب غزة. حسب الصحيفة فقد تم صياغة مسودة الصفقة بين إسرائيل وحماس بشكل يجعل من الصعب على الطرفين استئناف الصراع، وأن إيقاف الحرب لمدة كافية من شأنه أن يفقد إسرائيل الزخم العسكري لاستئناف الحرب بعد توقف طويل. وسياسيا أيضا، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل الهنية والأمين العام لحركة الجهاد زياد النخال آخر تطورات الحرب في غزة. وأشار بيان للخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد أن الوقف الفوري للحرب في غزة هو المفتاح لإرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة بأكملها. كما أكد عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وصاحب الحق في تقرير مصيره ومستقبله، ولا يحق لأي جهة أن تفرض إرادتها وخططها عليه.
طلع هنيه ونخال الوزير الايراني على اخر التطورات والخطط والمبادرات السياسيه بشان وقف الحرب وتبادل الاسرى والمقترحات المقدمه من الفصائل. أبلغت تل أبيب القاهرة بشكل واضح بأن أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى سيناء بحسب ما كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم. ونسبت الصحيفة لمصدر مصري مطلع القول إن مخاوف القاهرة بشأن ممر فيلادلفي صلاح الدين لا تتعلق بقيام إسرائيل بعملية عسكرية، وإنما باحتمال أن تؤدي إلى فرار أعداد كبيرة من أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. وأضافت أن مصر تشكك في نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين وتطالب بضمانات ولا تقبل بوعود شفهية من إسرائيل. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ أشرف. هذه الضمانات الإسرائيلية اليوم كافية لمصر بألا تواجه تدفق بشري على حدودها بعد أن انتقلت العمليات العسكرية إلى رفح؟ أستاذ المبروك، بكل تأكيد هذا الموضوع حتى هذه اللحظة مجرد بالفعل سيناريوهات إسرائيلية، وربما يندرج في إطار الأكاذيب التي تسعى لأن يكون هناك تكريس لأمر واقع فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وممر صلاح الدين. القاهرة نفت بالأمس أنها لا يوجد أي نوع من الاتصالات ولا نوع من الاتفاق، ولم يتم التوصل لأي صيغ تفاهم في هذا الأمر، لأن القاهرة ترى أن هذا أمر بعيد تماما عما يدور في تطورات الأوضاع في قطاع غزة. التركيز المصري الآن منذ 7 أكتوبر وحتى الآن عبر مروحة الاتصالات والتحركات المصرية على أعلى مستوى من قبل القيادة المصرية والدبلوماسية الرئاسية المصرية تصب في خانة وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتقوم بدور التعاون والتنسيق مع الجانب الأمريكي والجانب القطري. وبالتالي القاهرة ليس لديها أي ثقة فيما يتعلق بتفاهمات مع إسرائيل، لأنها لا ترى أن هناك بالفعل وقت مثل هذه الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن الأمر يحتاج لأن يكون هناك بالفعل معالجة لتطورات الأوضاع. القاهرة منغمسة في ما تم التوافق عليه من إطار عام في اجتماع باريس الأحد الماضي من مستوى رؤساء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية والقطرية، وأيضا رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، لإمكانية أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من إحداث الاختراق المطلوب. هناك حركة على الأرض بالفعل، وهناك تواصل واتصالات مكوكية، وربما يكون مروحة واسعة من التحركات بعضها معلن وبعضها غير معلن، لكننا لم نصل إلى مرحلة التفاهم والاتفاق شبه الكامل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. يرتقب في القاهرة أن يكون هناك خلال الساعات القادمة زيارة الوفد الفلسطيني حماس إسماعيل هنية، بأن يكون هناك بحث في صيغ تفاهم في المرحلة القادمة لتنجمة ما تم التوافق عليه في باريس. لكن الجانب الإسرائيلي بتصريحات نتنياهو في اليومين الماضيين عكر صف التواصل لأي تفاهم، وربما أبطأ وإن لم يكن أخر أي نوع من الإقدام أو الإسراع بتنفيذ تفاهمات الإطار العام المتفق عليه في باريس، لأن نتنياهو قال أن هناك خطوط حمراء وأنه لا يمكن وقف إطلاق النار ولا تسليم كثير من الفلسطينيين في سجون إسرائيل. كل هذه التصريحات السلبية محاولة من نتنياهو لإرضاء اليمين داخل حكومته وإرضاء أيضا الشارع الإسرائيلي المتعاطف مع حرب نتنياهو، هي محاولة لإمكانية أن يكون هناك بالفعل إحداث نوع من الابتزاز أو جعل وضع الكرة في ملعب حماس حتى ترفض حماس مثل هذه التصريحات، وبالتالي تنسحب ولا تقدم على التعاطي مع مبادئ أو الإطار العام في باريس. ومن هنا نتنياهو يحمل حماس فشل المفاوضات، وبالتالي نتنياهو يسعى لأن يكون لديه درجة كبيرة من تحقيق انتصارات وهمية، لكن يبدو أننا حتى هذه اللحظة في انتظار تفاهمات قادمة. وبالتالي القاهرة مع هذا السعي أستاذ غير معنية بما يصدر من إسرائيل، مع هذا السعي من قبل نتنياهو على الأقل لتأخير هذه الصفقة وفي الزيارة المرتقبة لحماس للقاهرة، ما الأوراق اليوم التي تملكها القاهرة لإقناع حماس والضمانات أيضا في نفس الوقت للذهاب إلى هذه الصفقة؟ تعم تماما أن هناك درجة كبيرة من التواصل بين القاهرة وبين حماس والسلطة الفلسطينية والجهاد، ولعبت القاهرة على مدار 5 جولات من المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حماس والجهاد منذ عام 2014 حتى أغسطس الماضي تفاهمات كثيرة نجحت باعتبارها اللاعب الأول والرئيسي والمعتبر الذي يمتلك أوراق الضغط ولديه كثير من الحرفية في إمكانية وقف محركات القصف الإسرائيلي وعمليات القتل والإبادة الإسرائيلية. لدى القاهرة أوراق
كثيرة مع الجانب الإسرائيلي من ناحية ومع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي الفصائل والقاهرة تملك أوراق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار طبقا للمبادئ التي تم التوافق عليها في الهدنة الأولى في نوفمبر من العام الماضي، ثم توصلت من عبر مجموعة من المبادئ الحاكمة في مؤتمر أو في اجتماع باريس الأحد الماضي على مستوى رؤساء أجهزة الاستخبارات. وبالتالي القاهرة ترى أن هناك بالفعل حد أدنى من أن يكون يصب في خانة وقف طويل لوقف إطلاق النار يستمر 45 يوما على أن يستمر طيلة شهر رمضان. الاستراتيجية الحاكمة الآن للدولة المصرية والدبلوماسية المصرية والجهود المصرية الأمنية أن يكون هناك وقف إطلاق النار بشكل مطول، بحيث يستحيل على إسرائيل العودة مرة ثانية لعمليات قتل وإبادة وحرب داخل قطاع غزة، وتستغل ما قبل شهر رمضان وطيلة شهر رمضان فترة كافية لإحداث نوع من التحريك فيما يتعلق بمراحل الإفراج الثلاثة عن الأسرى الإسرائيليين مقابل السجناء الفلسطينيين، واعتبر أنها استراتيجية سوف يكون هناك درجة كبيرة من التفاهم حولها لأنها تحتاج مزيد من الوقت. كل مرحلة من المراحل تحتاج إلى 30 يوما على الأقل. المرحلة الأولى الإفراج عن كبار السن والنساء والأطفال، المرحلة الثانية عن المجندات العسكريات الإسرائيليات وأيضا جثث المتوفين أو الأسرى، المرحلة الثالثة هي الأصعب ستحتاج إلى عدة أسابيع مطولة لم يكن عدة أشهر، إفراج عن الشباب والعسكريين الإسرائيليين مقابل كل الإفراج عن القيادات الفلسطينية الموجودة في سجون إسرائيل، أحمد سعدات أيضا، عبد الله البرغوثي، مروان البرغوثي وغيرهم من القيادات التاريخية، حتى أصحاب المحكوميات العالية داخل السجون الإسرائيلية. هنا كانت النقطة أن حماس أجلت زيارتها للقاهرة لبعض ساعات حتى يكون هناك توافق فلسطيني فلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وأن تأتي للقاهرة بموقف موحد حتى يتم الشروع في معاودة اتصالات القاهرة مع كل من إسرائيل من ناحية وكل الإدارة الأمريكية أو الجانب الأمريكي والجانب القطري. وأعتقد أننا نراهن الموقف النهائي من حركة حماس، لأن حماس لديها بعض الاعتراضات فيما يتعلق بتدخل إسرائيل في الإفراج عن نوعية السجناء في دخول داخل قطاع غزة داخل قطاع السجون الإسرائيلية، وفي نفس الوقت وضع خريطة طريق لوقف العمليات الإسرائيلية. يعني يمكن التعويل على هذه الصفقة بأن تكون صفقة لوقف إطلاق نار دائم، خاصة أنها ستفقد إسرائيل الزخم العسكري؟ بالفعل هذا هو الهدف الرئيسي من التحرك المصري أو الاستراتيجية المصرية التالف، أن نستغل مثل هذا الأمر بعد أن نجحت هدنة الأسبوع وتم تمريرها بنجاح. ترى أن الوقت المناسب لهدنة طويلة ممتدة يكون يستتبع وقف كامل إطلاق النار، لأن القاهرة لا تريد أن يكون هناك هدنة متقطعة تستغلها إسرائيل في إعادة بالفعل إحداث نوع من الإحداثيات أو تجديد إحداثيات العسكرية داخل قطاع غزة لاستهداف مناطق الشمال ثم العودة ثم الاستمرار في الجنوب، حتى أن نلاحظ مثل هذا الأمر حالياً واقترابها من مناطق رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية، فترى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعقيدات داخل جنوب قطاع غزة. نعم. وربما يؤدي إلى حالة من الرفض المصري وانسداد كامل في العلاقات في هذه المرحلة في ضوء التصعيد الإسرائيلي. ترى القاهرة أن الهدف من الاستراتيجية طويلة المدى سيقطع الطريق على أي محاولة للعودة إلى أرض الواقع مع عمليات عسكرية إسرائيلية، وفي نفس الوقت أيضا يعطي مزيد من البراح أو الوقت أمام المفاوض المصري بالتعاون مع الجانب القطري والأمريكي. شكرا. أن تكون هناك هدنة مطولة يستتبعها الكل مقابل الكل، أي السجناء والأسرى بين الطرفين، بعملية فيها أريحية وفيها وقت طويل تلعب دورا كبيرا في إحداث تفاهمات على أرض الواقع بشأن البحث عن صيغة اليوم التالي في قطاع غزة بعد أن يتم التفاهم على النقاط الرئيسية في القطاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة مصرية في هذا الشأن. شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري. خرجت محتجات إسرائيليات في تظاهرة طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق تبادل للمحتجزين مع حركة حماس. النشرة مستمرة وفيها أيضا البحرية الأمريكية تواصل عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وتتصدى لمزيد من الهجمات الحوثية.
نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. On my orders, the United States military has begun strikes. I took the opportunity to ask him that was there any plan to balkanize Afghanistan. He flatly rejected. هل كان كرزاي الحاكم الفعلي لأفغانستان؟ He said Taliban no more. They don't exist, and if they exist, we will wipe them out. وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داود زاي. Saying that the successor to Mullah Omar should be a Pashtun and should be from Kandahar. هل فعلا لو سلم الملا عمر بن لادن لما كانت امريكا اجتاحت افغانستان؟ الذاكرة السياسية، الجزء الاول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرة فوق خليج عدن وتدمير زورق مسير مفخخ تابع لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار جراء الحادثتين. وقالت القيادة المركزية إنه تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه إحدى سفن الشحن لكنهما سقطا في البحر. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر. أفادت الوكالة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس والخليل وبيت لحم وعدة بلدات بالضفة الغربية مصحوبة بعدة آليات عسكرية في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أحياء بالخليل جنوب الضفة، كما اقتحم نابلس في شمالها وتمركز على أطراف الجهة الغربية من المدينة، واعتقل شابين من بلدة عزون وقرية باقة الحطب شرق قلقيلية. وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع إدراج 4 منهم على القائمة السوداء. ويمنع الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن المستوطنين الإسرائيليين 4 من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة ويمنعهم من دخولها، كما يحظر على المواطني الولايات المتحدة عموما التعامل معهم. نقل موقع إخباري إسرائيلي عن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو قوله إن العقوبات الأمريكية على مستوطنين بالضفة الغربية خطوة غير اعتيادية ولا محل لها. وأكد أن الغالبية العظمى من المستوطنين في الضفة يلتزمون بالقانون، والعديد منهم قاتلوا دفاعا على إسرائيل خلال الفترة الماضية. كما أضاف نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد المجرمين في كل الأماكن، ولا حاجة لاتخاذ خطوات خارجية بهذا الشأن على حد قوله. وفي تحدي صريح للرئيس الأمريكي، تعهد وزير المالية الإسرائيلي إسلائيل سموتريتش بمواصلة وتعزيز الاستيطان. ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوت عن سموتريتش قولهم إن الحملة الأمريكية ضد عنف المستوطنين كذبة وتعد معاداة للسامية ينشرها أعداء إسرائيل على حد قوله، بهدف تشويه سمعة المستوطنين والمشروع الاستيطاني والأضرار به وتشويه سمعة دولة إسرائيل. من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس ينضم إلينا. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ إيهاب. لماذا الآن هذا الموقف الأمريكي على الرغم من أنه لا يعتبر شيء كبير في مواجهة هذه الانتهاكات إن كانت في الضفة أو الحرب الموجودة والدائرة في قطاع غزة؟ هل هذه الخطوة الأمريكية اليوم بالفعل قادرة على الضغط على تل أبيب؟
أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. هذه الخطوة في الواقع يعني سبقها تحذيرات وسبقها نداءات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المستوطنين الذين يقومون بعمليات انفرادية أو جماعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في الواقع هذا لم يحدث من قبل الجانب الإسرائيلي، وتم التكتم على الموضوع خلال الشهرين الماضيين دون إحداث أي نوع من التقدم فيه في محاسبة المستوطنين. لكن يبدو أن واشنطن كانت عاقدة للعزم على المراقبة ومن ثم التقييم، وبعد ذلك في نهاية المطاف يعني إحداث نوع من أنواع القرارات التي من الممكن أن تؤلم الجانب الإسرائيلي، وهذا قرار مؤلم للجانب الإسرائيلي لأنه أولا يعني اعتراف الولايات المتحدة على المستوى الإداري السياسي أن هناك خرق من المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل يتطلب معه الأمر أن تكون هناك عقوبات تفرض عليهم، وها هو يتم هم يعني يتعرضون للعقوبات الأمريكية لأنه لم يتعرضوا للمساءلة الإسرائيلية كما يدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. والأمر الثاني أن هناك فيما يبدو إحراج للإدارة الأمريكية في هذا الملف لأن واشنطن يعني لم تحرك ساكنا بعد المطالب الأمريكية في هذا الإطار، فاضطرت واشنطن أن تأخذ الأمر بيدها بنفسها لتطبيق القانون الأمريكي أبسط تقدير يعني ضد من يخالف القانون الذي تعتقد إدارة جو بايدن يعني أنه قانون إنساني، ولو أن إدارة جو بايدن يعني تجاوزت القوانين الإنسانية في الداخل الفلسطيني بمراحل كثيرة. لكن هذه خطوة أحسن من لا شيء، وتأتي في توقيت محرج جدا للإسرائيليين، وتصريحات يتسئل سموتريتش في الواقع يعني مستفزة يعني للجانب الأمريكي بأن يعني هل أمريكا تعادي السامية، يعني إدارة جو بايدن تعادي السامية كما يدعي، لأنه يتهمها صراحة ومباشرة بأنها معادية للسامية، أنما اتخذ مثل هذا الموقف ومعاد للسامية. طيب إدارة جو بايدن التي تمدكم بكل أنواع الأسلحة وتقدم الغطاء السياسي والدبلوماسي للهجمات الإسرائيلية المفرطة داخل قطاع غزة، هذه إدارة. ولكن هو يتحدث عن حملة سموتريتش تحديدا عن الضغوط ضد المستوطنين اليوم. نعم هذا ما أقصده، يعني من الذي يضغط ضد المستوطنين اليوم؟ من يضغط عليهم من وجهة نظره؟ هي الإدارة الأمريكية لأنها تفرض عقوبات على المستوطنين، فإذا هو يصف الإدارة الأمريكية بأنها معادية للسامية. تصريح لا هو أعتقد وأنا أعذرني على المقاطعة أستاذ إيهاب أنه تصريحات سموتريتش هو فيما نوصفهم بمعاداة السامية هو ضد الأفراد يعني ضد المستوطنين وليست الإدارة الأمريكية تحديدا، فقط هذه النقطة. ولكن أسألك أيضا في نقطة أخرى، يعني هذه الخطوة ومع هذا التحدي الصريح من قبل حتى نتنياهو ومن قبل سموتريتش لهذا القرار، هل يمكن أن تتطور أي خطوات أمريكية أخرى ضد المستوطنين في الضفة الغربية، يعني لا تتوقف عند هذا الحد؟ لا أعتقد أنها ستتجاوز هذا الحد، لأنه الحد المقبل هو أن يعني تقوم بفرض عقوبات اقتصادية فردية على المواطنين، أعتقد أو تطالب بمحاكمتهم مثلا، يعني أقصى ما تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمنعهم من الدخول، تمنع حصولهم على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، لا أكثر من ذلك. وهذه رسالة للجانب الإسرائيلي بأن حاولوا التحكم في غضب وعنف المستوطنين لأن الأمر بات يشكل حرجا للإدارة الأمريكية، ولو أن هناك أمور أكثر أهمية من الممكن أن تحرج الإدارة الأمريكية وهي تعلمها جيدا، لكن يبدو أن هذا الأمر تحديدا يعني يثير مخاوف الإدارة الأمريكية بشكل ربما يحرجها مباشرة مع العالم، فاعتقدت أنه من الأفضل أن يكون لها ردة فعل في هذا الاتجاه. على كل ولكن تتوقع أن هذه الخطوة أصلا اتخذت دون التشاور مع الجانب الإسرائيلي؟ طبعا لكن ليست دون تحذيرات، يعني سبقها تحذيرات ومطالبات كثيرة خلال الأشهر الماضية دون استجابة من الجانب الإسرائيلي.
لأنه كانت أمريكا تقول منذ أشهر أنه على المستوطنين ألا يقوموا بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالبت الإدارة الإسرائيلية يعني في عدة مرات أن يعني تسيطر على المستوطنين، وهذا لم يحدث. ومرت الأيام والشهور دون أن يكون هناك ردة فعل، واعتقد ربما الجانب الإسرائيلي أن هذا الأمر مستصاغ للقيام به ضد الجانب الفلسطيني، ولكن يبدو أن هناك داخل الإدارة الأمريكية من حرك الأمور في هذا الاتجاه. من الممكن طبعا كما حضرتك ذكرت في البداية أن يكون هذا التوجه أيضا من قبل الإدارة الأمريكية هو نوع من أنواع القرارات السياسية التي يعني الغرض منها في نهاية المطاف ربما استغلالها في الحملة الانتخابية. نعم. إذا ما سئل في هذا الإطار جو بايدن أو أحد أفراد، وكوننا نتحدث عن الملف الفلسطيني أود الاستفادة من وجودك معنا أستاذ إيهاب. ما الجديد الذي سيحمله بلينكين في زيارته إلى المنطقة؟ أنا دائما لا أعول على زيارات بلينكين، يعني الزيارات الستة أو السبعة السابقة للمنطقة خلال الأشهر الأربعة من هذه الحرب كلها لم تكن مفيدة، لكن في هذه الزيارة تحديدا ربما سيكون هناك، لا أريد أن أقول ضغط لأن كلمة ضغط غير مناسبة أصلا في تعامل إدارة جو بايدن مع الجانب الإسرائيلي، لا تستطيع أن تمارس أي ضغوط، لكن ربما سيكون هناك إلحاح على أهمية إحداث صفقة من نوع ما بمدة طويلة لهدنة تستطيع من خلالها إسرائيل وتستطيع من خلالها الجانب الفلسطيني حماس والفصائل. شكرا جزيلا لك. ربما نوع من التنازل. شكرا. من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس على كل ما تفضلت به معلومات. ضحى الزهيري تلتقيكم على رأس الساعة.